يا مرحبا. طبعا اثناء تواجدي في هذا المكان الجميل شفت هذه المعده فحبيت تاخذون فكره عنها الكل المهتمين بمجال حفر الابار النفطيه. طبعا هذه المعده تسمى بمجموعه راس البير، وهي عباره عن مجموعه من الصمامات تربط حسب مراحل حفر البير الى حين الانتهاء والبدء بعمليه الكومبليشن. طبعا هذه المعدة أو المعدة تدعى بالهاوزنج فلنج، وهذه غالبا ما تربط على البطانة السطحية أو السيرفس كيسنج السيرفس هول. أما بعدها هذه المعدة نسميها الكيسنج هيد سبول، تربط بالسكند أو الانترميديت هول، وهذا ما يسمى بالتيوبنج هيد سبول. هنا هذا التايب بولتات الموجودة داخله موجود، يكون موجود التيوبينج هانجر او معلق انابيب الانتاج. فيما بعد هذا الجزء الرابع احنا اللي نسميه الكريسماس تري او شجره الميلاد. هذه مجموعه من الصمامات تمتاز بضغوط معينه حسب الضغط الموجود داخل البير لغرض السيطره على الضغط. توجد انواع من الولهيد او الكريسماس تري او مجموعه راس البير حسب الشركات المصممه، منها الكاميرون ومنها البريده وحسب اكثر من نوع. ان شاء الله تكون استفادت. شكرا جزيلا، سلامه.